فن جاد لا يمكن أن يكون ترفا، لأنه هو لحظة من لحظات وعي الإنسان بذاته بمحيطه وببيئته. بالضبط بالضبط. أيضا بتقول غايتي من الكتابة هي الغوص في الواقع بحثا عن الوجود المنسي وسبر مجاهل النفس دفاعا عن كرامة الإنسان وتنديدا بقوى الشر. يعني وقت الواحد بيحط هذه المعايير أمام الكاتب، بهالمعايير طبعا معايير نبيلة، ألا تخشى يعني الوقوع تحت ضغطة؟ يعني بتصير تكتب تحت ضغط وعي مؤدلج إذا أو وعي بشيء أنت تريد أن توصله كما تريد، يعني تتفرمل مسألة الخيال شوي. الكاتب الجيد هو الذي يستطيع أن ينقل كل ما قلت هذا إلى لوحة فنية. نعم. يعني بيكاسو لما رسم غرنيكا، يعني واحد اللي ما عنده خلفية ما بيقدر عما جرى في إسبانيا في الثلاثينات وكيف دمرت جيوش فرانكو بالتعاون مع هتلر إلى تلك القرية، يقول يعني شو اللوحة هذه وخيول وحده وكذا، أو ينظر إلى نظرة جمالية وكذا. أنا كتبت رواية ظلت محظورة طوال حكم بن علي عن الاستبداد في بلد يدعى عرابية، ولكن تقرأها تلقى فيها بحث بوليسي. أنا أستلهم مثلا من الكاتب الإيطالي الراحل أمبرتو إيكو، أول رواية نلتقيت به في تونس سنة 82 بعد صدور روايته اسم الوردة. فالغاية أن تكتب فنا، ولكن ذلك الفن سيستشف منه القارئ الحصيف أنك تقف مع الإنسان، مع كرامة الإنسان، طبيعي. ضد الظلم، ضد الاستبداد، ضد كل ما يهين البني آدم. بدون شك في كل ما كتب تقريبا أبو بكر العيادي قصة ورواية ومقالة تناول هذه القضايا الإنسانية وعبر عن مظالم الناس، عن آمالهم وعن آلامهم وهم في المسعى وراء قوتهم أو حريتهم. شغله قاع المدينة بكل أبعادها، وأرقته هجرات الناس من أمكنتهم الأولى بحثا عن آفاق أرحب وعن احتمالات عيش كريمة، وهو واحد من هؤلاء المهاجرين الذين ذاقوا هذه المرارات. وقد تسربت مواقفه عبر شخصيات جبلها من طين الحياة. بدأت حياتك يعني الإبداعية إلى جانب كتابة المقال والإشراف على ملحق الثقافي بجريدة الصباح والاهتمامات بالكتابة للإذاعة، بدأت القصة، يعني بدأت القصة أكتب القصة، ومثل ما بيوصف القصة همنغوي بيقول أنه هي تشبه جبل الجليد الذي لا يظهر منه إلا رأسه في المحيط. يبدو هالنوع من الإبداع القصصي أو هذا الجنس الأدبي في انحسار، انحسر على انحسر في اجتياح الرويلي. بظنك هو هذا الزمن يستدعي كتابة النص الروائي لأنه يشهد هذه التحولات الدرامية في العالم، والقصة يعني غير قادرة على لا القصة هي أكفأ من الرواية في الوقوف، لأنها تتجه رأسا إلى قلب الموضوع، إلى قلب الموضوع، يعني ما تريد معالجته تذهب إليه رأسا لتغوص فيه وتحلل تفاصيله، تقف عند جزئياته الصغيرة وتكثف. المسألة هي مسألة موضة. حتى هنا في فرنسا القصة القصيرة يعني في المحل مش الثاني، ممكن الثالث والرابع والخامس كذا، يعني الاهتمام بالرواية أنه صار في يعني نوع من الإجماع بأنه حتى تكون كاتب مهم لازم تكتب رواية. طيب في ناس مبدعين حقيقيين كتبوا الرواية ورواية جيدة وفشلوا في كتابة القصة. رواية نجيب محفوظ أكثر أفضل بكثير من قصصه. هناك من يحسن الاثنين، جابرييل غارسيا ماركيز تلاقي قصصه يعني أقل شوي من رواياته وقصصه قليلة، لكن واحد ثاني هذا معروف في العالم العربي ولو أنه لم يترك سوى عملين، والمكسيكي خوان رولفو، هذا من أكبر كتاب أمريكا اللاتينية، يدرس في كل الجامعات وكل العرب يقرؤون روايته اليتيم ويعجبون بها، بيدرو بارام.
هذا ترك روايتي، رواية ومجموعة قصصية، ورواية على عكس روايات كتاب أمريكا اللاتينية 600 و700 و500 صفحة لا تتجاوز في ترجمتها الفرنسية 145 صفحة. 145 صفحة. هذا عندما يتحدث عن الليل يقول الليل نقطة يرجع للسطر. انت تصور الليل، تصوره مثل ما بدك. يبدو متاثر فيه انت لانه الليل حاضر عندك كمان كثير. لا كثير عندي، انا متاثر بهذا الكذب. هذا جيد في قصصه وفي رواياته اليتيمة. نعم. انا احاول ان ازوج بين الاثنين لانه تستهويني القصه، وارى ان هناك مواضيع لا استطيع ان اتناولها الا من خلال القصه، وهناك مواضيع اخرى فيها عدة أشخاص وعدة أزمنة وعدة أماكن وكذا. ولكن يعني مثل ما ذكرت الآن أنه زمن الرواية، كله صار يكتب رواية، ولكن لا أحد يكتب النقد. نحن سيدي الكريم نتحدث عن حرية التعبير، حرية التعبير وحرية التعبير وكذا، ولا نسمح لأبنائنا بأن يتحدثوا بأن يقولوا ما يريدون، ولا لزوجاتنا بأن يعبرن عما هو تلاقيه البرة مثقف وكذا وحرية التعبير والحاكم ظالم وكذا وهو ديكتاتور في البيت. هذه واحدة. من ناحية ثانية نحن نقول يا أخي هذا الحاكم الظالم المستبد وكذا يضيق بالرأي الآخر. جرب أن تقول أنا على الفيسبوك أبديت رأي آخر شالني من حسابي. نحن نضيق بالرأي الآخر. وعندنا نقاد، أتحدث عن تونس مثلا، عندنا نقاد مهمين، ولكنهم يا أخي يقول لك أنا أكتب عن نص يصير واحد يشتمني، يصير واحد يعني من آخر الزمن يصير يشتمني أو يقول فيها كلام يعني لا يليق. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء المال تلذذي بنعومتها، شاركهم حلاوتها. جالكسي جواهر. يعملون في الخفاء وبشكل غير نظامي. كما ضبط معهم أجهزة بصمة. العمالة غير الشرعية في السعودية. إذا نحن أمام مشكلة حقيقية تتطلب وجود برامج حقيقية لمواجهتها. كيف جيت للسعودية؟ والله جينا تهريب عبر الجبال. ما هو تأثيرها السلبي على الاقتصاد والمجتمع؟ في عام 2017 قمنا ب 187 ألف زيارة تفتيشية على مستوى المملكة كلها. العربية تفتح ملف الإقامة غير القانونية في المملكة. ما تعرفين هذا مخالف نظام؟ مهمة خاصة السبت 9:30 على شاشة العربية. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء المال تلذذي بنعومتها، شاركهم حلاوتها. جالكسي جواهر. كل ما يهمك عن الأسواق العقارية وتغيراتها المتلاحقة على مدار الأسبوع. إسكان الأحد والخميس ضمن الأسواق العربية. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء المال تلذذي بنعومتها، شاركهم حلاوتها. جالكسي جواهر.
كتب أبو بكر العيادي الكثير من الأعمال في الرواية والقصة والدراما الإذاعية، وكتب باللغتين العربية والفرنسية، كذلك ترجم العديد الآخر من الفرنسية إلى العربية. كذلك للعيادي تجربة موازية في الكتابة للأطفال واليافعين، ونال جوائز على بعض أعماله وكرم في مسقط رأسه، ولكن غالب ما كتبه العيادي كتبه بلغته الأم العربية. هناك الكثير من الكتاب يعني يطمحون للكتابة بلغة أخرى، ربما لغاية الانتشار أكثر أو لغاية تحسين موقعهم. في عنا أغنية للموشحات الأندلسية التونسية تغنيها عليا الله يرحمها، يقول إذا أتوب لله عشقي لمن يبقى. إذا أنا الذي تعلم في الكتاب ودرس العربية أنتقل للكتابة الفرنسية، فمن الذي سوف يكتب العربية؟ أنا أعتبر المسألة هوية. ما يكتب بلسان الآخر هو للآخر، سيعارضونني الكثير، ما يكتب بلسان الآخر يحسب على أدب الآخر، ما يكتب بالفرنسية بالنسبة لي يحسب على الأدب الفرنسي، لا علاقة له بالأدب العربي. أنا أحاول أن أضيف شيئا إلى الأدب العربي من وجهة نظري، هو مطمح قد أبلغه وقد لا أبلغه. جميل. أحاول وأنس في نفسي القدرة على الإضافة، ولكني لا أنس في نفسي القدرة على فعل نفس الشيء بالفرنسية. قالوا لي لا أنت تتقن واحد كذا، وجربت ونشرت هذه رواية منشورة في سوي أحسن دار عندهم بعد جاليمار، منشورة بالفرنسية، ولكن لا تستهويني لأني أصر على الكتابة بالعربية. لعل وجهة النظر هذه فيها مقدار من الصواب، ولكن الملفت أن النصوص التي كتبها العيادي تدور أحداثها على الضفتين هنا وهناك، ولكن الحاضر بكثافة هو المكان الأول ومسقط الرأس، جندوبة تلك البلدة البعيدة على تخوم الجزائر، تلك الذاكرة التي بالضرورة حين تكتب تستدعي لغتها. الذين لا يعرفونني كانوا يتصورون أنني أعيش هناك إلى الآن، 8 سنوات التي قضيتها هناك، 8 سنوات الأولى إلى الآن لا تزال مطبوعة في خاطري، أستحضرها الكتاب والناس الذين كانوا موجودين ماتوا الآن الله يرحمهم كلهم، جدي وجدتي وعمي وفلان وكذا، والأعمال الفلاحية التي كانوا يقومون بها والمكان المدرجة. عندما أعود إلى تلك الجهة أصدم لأن المكان في ذاكرتي تغير. تغير لكنها حاضرة. هذه في 3 أجزاء. هذا كمان بالفرنسي، هذا للأطفال. هذا الملك الذي يحب الحكايات، ثم هذه سلسلة أسطورة جين دو موند، حكايات وأساطير من تونس. هذه التجربة يعني حاولت نقدم فيها للقارئ الفرنسي أشياء عن أدبنا، عن أدبنا القديم. ثم هذه الناشطة طلبت مني، عندكم شخصية مهمة اسمها جوحاء ليش ما تعمل لي يعني بعض حكايات هنا؟ فجمعت لها شوية النصوص، شايف التي قامت بالرسوم تدرس الفنون الجميلة في جامعة ستراسبور. واو حلو كتير، يعني مش نستهين ونعطيه لأنه كتاب للطفل، نعطيه لأي. هذه رسوماتها، هذه رسوماتها. يعني الكاتب اللي بيبدأ حياته بالكتابة النصوص هيك تهجس يعني عن الآلام البشر ومشاكلهم والمجتمع وتعقيداته والظلم والاضطهاد، كيف يستطيع كيف يستطيع أن يستدعي الطفل الذي فيه ليكتب للأطفال؟ لأني طفل، ما زلت طفلا، ما زلت يعني تستهويني كل برامج الأطفال بالعربي أو بالفرنسي. إلى الآن ما زلت أشاهد الأفلام، أقرأ المجلات، أقرأ قصص الأطفال، أحيانا لا أقرأها ككاتب، لا أقرأها كراغب في الحكاية تعجبني تسليني يعني أواصل معها. أنا عندي خيال، سئلت مرة
عن مسألة اللغة، موضوع اللغة، يعني هذا مستوى وهذا مستوى. صح. يعني بالنسبة لي عندما تملك اللغة تستطيع أن تلعب، تصبح اللغة بالنسبة إليك عجينا مطوعة. طين. نعم. طين. نعم. أصنع منها للكبار منحوتة تمثال، وأصنع منها للصغار دمية حلوة. أي. بداياتك مثل ما ذكرنا كانت بالقرية ثم في تونس العاصمة للدراسة، بإيجاز هيك عن طفولة الأهل والوالد والوالدة والأخوة. طلب مني صديق نور الجراح لمجلة الجديد عن حادثة ما زلت تتذكرها إلى الآن، وقعت في تلك السنوات من العمر. تلك السنوات من العمر، وكان الوقت ضيق وكذا، ذكرت له حادثة وقعت لي يوم نهاري الأول بالمدرسة، لم يدم سوى نصف ساعة. نهاري الأول بالمدرسة لم يدم سوى نصف ساعة. هرب؟ لا ما هربت، طردتني المعلمة أنا والله إلى الآن أذكرها. هذه مدرسة خارج المدينة، يعني المدينة على الشمال باتجاه تونس، والثانية باتجاه الحدود الجزائرية، حوالي يعني بعد بضع كيلومترات نروح لها مشي على الأقدام. أخذني أبوي أنا وعمي من الأب، يعني جدي يتزوج مرة ثانية، هذا كان يكبرني، عمي كان يكبرني بسنتين، هو كان عمره 7 وأنا حوالي 5، حوالي 5، حتى 5 لسه ما كملت. أخذونا دخلنا للقسم، منذ أن دخلنا وهو لا يكف عن البكاء والزعيق، فهمت يا أخي. فيما بعد اكتشفت أن المعلمة الفرنسية، لأنها كانت تتكلمنا باللسان غير مفهوم، تيجي تقترب منا حاولت كذا وكذا، هي بتقترب هو يزيد. كنت أبكي لبكائه، إيه؟ لا أدري إن كان ذلك تعاطفا معه أو خوفا من المدرسة، والله العظيم دموعي بس أنا أبكي وساكت، وثاني يبكي ويعيط بالصراخ. فصبرت علينا في الآخر، قالت يطلع بر، طلعت في ابن عبدي موجود، خلي استنى نشوف خالي. هو راجع، أبوي كان يشتغل على لوري من الخط هذاك، وقف السيارة لما شافه في ابتلاء وقال له ماله، قال له ما يحبش يقرأ. قال ما تحبش تقرأ، أراد تشوف حسابك، تعرف حسابك. في آخر النهار فعلا أراني حسابي، سحب حزامه وراح ضربك. أبويا بلش إذا، فجدتي مسكته، هاي قتلوا هذا يعني العيل بتضربه كذا. قال لا، يريد أن يصبح يعني سارح، احنا نقول يعني راعي غنم، ما يريد يتعلم كذا. قلت له إن كان على التعليم سيبه لي. قال له خذيه، لا حاجة لي به بعد اليوم. وأمي بتخاف من أبوي، كان يعني كان دكتاتور الله يرحمه، فهمت. ركبوني على بغلة وقطعنا الواد، هذا واد ملاك قادم من الجزائر، فهمت. وطلعنا هضبة في منطقة اسمها شارن، أصلهم من منطقة أخرى واستقروا هناك. وسكتتني، ثاني يوم أخذتني على الكتاب، في بضع أيام تعلمت الكتابة والقراءة والوحد كذا. أبويا لما سمع قال سيبيه عندي، احتفظي به. ففضلت هناك عند الجدة، عند الجدة، إلى أن حدثت أشياء أخرى، أنه واحد تدخل قالوا لأبويا خل الطفل هذا نابه، لماذا لا تأخذه إلى المدرسة، ليش ما يتعلم؟ قالوا هو يتعلم. قالوا لا، هذا يعني شو كتاب، شو يتعلم يحفظ شيء قرآن، تعلم يعني تدور تأخذ المدرسة. فيومها أخذني للمدرسة بالمدينة اللي رحت لها خلال حفل تكريمي اللي وقع في شهر أبريل اللي فات، أخذوني على نفس المدرسة في نفس المكتب الذي استقبلني فيه مدير ومؤسس المدرسة سنة 1939، يعني قبل الاستقلال. طبعا اللي بيغادر بلاده، أنت بتروح وبتجي، ولكن اللي بيغادر بلاده لحوالي 30 سنة يعني، وبيرجع للمكان اللي عاش فيه أو عاش على تخومه، بصير شوي الوضع صعب، بيختار أين سيقيم في النهاية. لا لا، انتهى. من جاوز 7 سنوات في الهجرة لم يعد بوسعه أن يكون مرتاح البال لا هنا ولا هناك. يرجع لهناك يقول والله لو فضلت في فرنسا يكون أحسن، يجي لهنا نفس الشيء. الكتابة هي الكتابة هي اللي تجعلك تعيش توازن وتكون موجود هناك، ولكن
الشيء الثاني أن كلما عدت إلى الضفة الأخرى إلى بلادك تشعر بأن ما تقدم أو ما فات من العمر كثير. يعني تحس من خلال وجوه أصحابك من خلال الأشياء اللي انهدت وضاعت وراحت وكذا تحس أنه هرمنا هرمنا كما قال الآخر هرمنا. الموسيقى فتحت له أبواب المدن. في كتير جال أعمال مشهورين وهن بيانيست وما حد بيعرف أنه بيانيست. بقدر أعطيك المثل برنار أرنو. الموسيقي عمر حرفوش. كلام في الفن بعد الأخبار على شاشة العربية. هل يجب أن نحيد النظر تماما عن إمكانية تورط داخلي؟ التقرير الطبي الفرنسي لمن يريد أن يفهم واضح يؤكد أن هذه الحالة لا يمكن تفسيرها وفق علم الأمراض. نلقي باللوم على الفرنسيين وعلى الإسرائيليين وعلى الأمريكيين. ماذا علمتك التجربة؟ وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القطوة. الذاكرة السياسية الجزء الرابع الليلة 10:30 على شاشة العربية. تابع كرة القدم السعودية والعربية والعالمية. شارك نتائج المباريات وكافة التحليلات الرياضية. تصميم جديد كليا وبخدمات جديدة. شارك تصفح وشاهد آخر المستجدات الرياضية وبشكل مباشر. تطبيق العربية رياضة حمله الآن. نحن نهتم بنبضات قلبك. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب مدينة دبي الطبية. التميز في الرعاية الصحية. من خلاط جيبسون الجديد ساخن أو بارد. خلاط جيبسون سيغير من مفهوم تحضير الطعام. جيبسون الكل في واحد. روسيا تحذر من مساعي لتقسيم سوريا وتقول إن الضربة العسكرية للنظام أضرت بجهود السلام. الجيش اليمني يخرق دفاعات الحوثي غرب تعز ويسيطر على المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد. مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واحتجاجات حاشدة بمناسبة مسيرة العودة.